اسمك كريم ايه؟ محمد معوض. نعم؟ محمد معوض ابو الحسن. محمد معوض ابو الحسن، شغال فين يا محمد؟ خدمات في النسيج، عظيم قوي. المفروض الناس بتاعك الساعة كام يا محمد؟ الساعة 12. وسيادتك سبت الشغل ليه قبل الساعة 12؟ ما تعرفش ان انت المفروض ان تصلي في وقت الريست؟ ما تعرفش الموضوع ده. يعني دي غلطة عندي، وبعدين لو يعني معترف ان انت غلطان يا عم محمد. عندك حلمان حافز يا عم محمد، اتفضل على شغل خمس حاجة. احمد فتحي عبد النبي. ها خلاص انت عرفت الاسئله. اه شغال في صلاه 3 قسم الجوده. اه وكنت بصلي في الساعه 12. وصح ولا غلط؟ لا غلط طبعا، الرئيس بتاعنا من الساعه 12. حلمان حافظ. حلمان حافظ من يا شاء الله. ها صح اللي انت عملته؟ في وقت الصلاه؟ في وقت الصلاه امتى؟ الساعه 12 الا 10. وقت الصلاه الساعه 12 الا 10 ولا وقت الريست؟ لا وقت الصلاه. اه هو احنا هنا بنسمح بالصلاه في اي وقت. لا مش في اي وقت. اه وقت الصلاه حضر المفروض اصلي. لا وقت الصلاه حضر معمول الريست في وقت الصلاه. ربنا اللي بيقول كده مش حضر. ايوه تمام تمام ربنا بيقول كده، بس ربنا برضو قال ان العمل عماده اللي انت ما تعرفوش. انت ما تعرفوش ليه؟ حضرتك هفهمك بس على حاجه يا محمد. خمس دقايق دول مش ما يعطلش. لا 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 خمس دقايق دول انت واخد ثمنهم. فهمتني؟ طالما واخد ثمنهم يبقى انت تنفذ التعليمات اللي بيدفع لك الفلوس. متاخر من هنا محمد. اسمع اللي انا بقول لك عليه. سيادتك بتسيب الريست بتاعك عشان تشتغل؟ لا تيجي تقول لي ده ريست، انما تسيب شغلك عشان تصلي. انا حضرتك مش كده؟ انا احيانا بشتغل في وقت الريست. لا ما بتشتغلش في وقت الريست. مفيش حد فيكم بيشتغل في وقت الريست. انتوا ما بتشتغلوش. انت لما من غير ما ابص انا عارفك يا محمد يا واد. انت لو جيت دلوقتي شفنا شغل وقت الريست. اتفضل حلمان حافظ يا حاج محمد. محمد صبحي محمد علي الدين. محمد صبحي محمد علي؟ اه فين؟ ماشي، شغال فين؟ في النظافة. ايه اللي حصل يا حاج محمد؟ معرفش انا وقت الظهر احنا بنصلي على طول الظهر.